متميز مثقف مختلف وطيب جدا عارف الرسائل وفنان مش هتعوض يعني. اخر مقابله او اخر مكالمه تليفونيه جمعيتك؟ اخر مقابله تليفونيه كنت بطمن عليه في بدايه مرض وكان بينا مشروع كده وكان بيعتذر لي كل التعبيه اللي مش قادر يكمله، كان بينا مسرحيه مشروع مسرحيه كده وكان بيعتذر لي يعني، وحتى احنا ما يعني واحنا بنجهز المشروع كنا لحد اخر لحظه ما جبناش حد مكانه. ولسه المشروع قائم لحد دلوقتي؟ لا المشروع كله وقف. كان مسرحيه تعرض هنا؟ لا هو مش وقت ان احنا بنتكلم، انا بقول لك المناسبه يعني احنا مش وقت ان احنا بنتكلم عن عمل يعني. طب ايه الكلمات اللي قالها لك؟ هو كعادته دايما بيطمن عليا، بيطمن على اصحابه دايما، بتلاقيه في اي عزا في اي مناسبه اول واحد، ما بيبخلش من كلام زيت كتير جدا جدا من التشريح، لان هو كان استاذ دكتور في اداب مسرح جامعه حلوان، وكان ما بيبخلش بمساحته على اي حد، زائد ان احمد حلاوه كان عنده كتير لسه ما قدمش، وبعدين قطعه اللي بنقول عليها قطعه يونيك مش قطعه فريده، قطعه فريده من نوعها. هو كان نصيحه للفنان محمود عبد الغفار او استاذ حلاوه، ده محمود عبد الغفار لسه معلمه معاه لحد دلوقتي. هو النصيحه احنا مفيش مجال للنص قد ان احنا بنتعلم من بعض، يعني كمان اللي بنتعلم من بعض، انت بتشوف الناس اللي سبقتك والناس اللي موجوده سواء اصدقاء ممكن تتعلم من حد اصغر مني، فتملي احنا في وجودنا في الوسط بقى احنا دلوقتي في مساله مش مساله تعليم، مساله ان احنا بنتمنى كل الناس انها تدعو للفنان احمد حلاوه وربنا يرحمه ويصبر اهله، وبتمنى الناس كلها تدعي له وخسارتنا كبيره لان الفنان مش هيتعوض على المستوى الانساني والمستوى الفني.